وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأستاذ أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي. أستاذ أحمد، خطر ركود واضح في منطقة اليورو وصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر من عام 2020. طبعا هذا يعود إلى نقص الطاقة بدفع التضخم القياسي ما أدى إلى ارتفاعه. كيف تقرأ هذه المؤشرات في ضوء هذه الأزمة العالمية؟ التضخم هي ظاهرة عالمية باتت تواجه الاقتصاد العالمي بقساوة غير مسبوقة، ولكن بالنسبة لمنطقة اليورو تبعات مثل هذا الوضع المرتبط بارتفاع مستوى التضخم سوف يكون لذلك تداعيات وتبعات اقتصادية خطيرة جدا، ومثل هذه التبعات بالتأكيد سوف ترتبط مع إمكانية أن يستمر المشروع الاقتصادي الأوروبي ككل وإمكانية أن تستمر العملة الأوروبية الموحدة اليورو في المرحلة المقبلة. وهنا يجب يعني أن يتذكر الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي واجهت منطقة اليورو والتي ارتبطت مع أزمة الديون الأوروبية في عام 2012. إذا قمنا بمقارنة مباشرة بين الفترتين بالتأكيد الأزمة الحالية هي أخطر بكثير، وبالرغم من أن أزمة 2012 كانت تهدد إمكانية استمرارية اليورو بشكل مباشر، ولولا السياسة النقدية الذكية التي اعتمدها في حينها ماريو دراجي الذي كان حينها رئيس البنك المركزي الأوروبي، لكان مشروع اليورو قد فشل وانتهى بشكل يعني كامل. لذلك التوقعات تأخذنا حاليا بأن إمكانية استمرارية اليورو كعملة أوروبية موحدة تجمع 19 اقتصادا مختلف المعالم فاتت يعني على المحك بالتأكيد، لأن ارتفاع مستوى التضخم سوف يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع خدمات الديون لدى الدول الأوروبية التي تعاني من مشكلات مرتفعة من الديون. وهنا نذكر بإيطاليا، يعني تاسع أكبر اقتصاد في العالم يعاني مستوى مديونية يتجاوز 150%. لذلك عندما ترتفع نسب الفائدة وهناك توقعات لأن البنك المركزي الأوروبي سوف يستمر في نهجه لرفع نسب الفائدة لمواجهة التضخم، بالتأكيد مثل هذه الخطوات سوف يكون لها تداعيات مباشرة في الدول التي تعاني من ارتفاع مستوى المديونية. وهنا المخاطر الكبيرة والحقيقية التي تواجه المشروع الاقتصادي الأوروبي ككل وإمكانية أن تستمر العملة الأوروبية الموحدة للمرحلة المقبلة. نعم، يعني ذكرت إيطاليا كمثال، هناك أيضا تصريحات غير مباشرة يعني من المسؤولين الألمان بأن برلين أيضا في خطر جسيم بسبب أزمة الطاقة الحالية، مع توقعات المستهلكين أيضا ارتفاع فواتير الطاقة بمقدار 480 يورو سنويا. نعم بالتأكيد، ولكن إذا قارنا بين المخاطر التي تواجهها ألمانيا والمخاطر التي تواجه إيطاليا، يعني يمكن القول واقعيا بأن المخاطر الاقتصادية التي تواجه ألمانيا يعني قد تكون مراحل اقتصادية مرحلية. بالتأكيد الاقتصاد الألماني سوف يواجه متاعب اقتصادية كبيرة جدا خلال العام الجاري والعام المقبل بسبب عدم قدرة ألمانيا في إيفاء حاجتها من مصادر الطاقة وسياسة التقشف التي سوف تعتمدها. هناك توقعات بأن الاقتصاد الألماني يمكن أن يتراجع فيما يزيد عن 265 مليار يورو، ولكن مثل هذه المتاعب الاقتصادية المتوقعة بالنسبة لألمانيا سوف تكون مرحلية. يعني بالتأكيد ألمانيا مع بداية عام 2024 سوف تبدأ باستعادة عافيتها الاقتصادية. ولكن إذا انتقلنا إلى الوجه الآخر من المقارنة ونعود إلى إيطاليا، بالتأكيد الوضع يختلف كليا، لأن إيطاليا كانت تعتمد بشكل أساسي في مواجهة متاعبها الاقتصادية والتعامل مع المستوى المديوني المرتفع لديها مع البرنامج المكثف الذي اعتمده البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات. الآن هذا البرنامج قد انتهى واقعيا، انتهى بشكل كامل، وليس هناك من أي آمال في إمكانية أن يعود البنك المركزي الأوروبي لاعتماد هذا البرنامج في المرحلة المقبلة. لذلك عندما يقدم البنك المركزي الأوروبي لرفع نسب الفائدة بالتأكيد هذه النواقص الخطيرة التي يعاني من المشروع الاقتصادي الأوروبي سوف تنعكس، سوف تطفو على السطح
وسوف يعني ترفع تساؤلات واقعية وحقيقية إذا كان بإمكان الأوروبيين الاستمرار في دعم اليورو كعملة أوروبية موحدة. يعني بالتأكيد المرحلة المقبلة تعكس مشهد سوداوي قاتم، خاصة بالنسبة للدول التي تعاني من الثورة المديونية، إيطاليا، اليونان، البرتغال، إسبانيا، مثل هذه الدول بالتأكيد سوف تكون على المحك بخصوص مدى قدرتها للتعامل مع التبعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة. نعم، أشكرك جزيلا الخبير في الاقتصاد السياسي أحمد ياسين.